كذلك سيكون عرض بقاعة ابن خلدون بالعاصمة الفيلم الوثائقي كيان قصة جحيم لمخرجه سعيد علمي. وحضر العرض الشرفي الأول كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيقا إلى جانب وزير الثقافة والفنون سورية مولوجي ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم. وعلى مدار ساعة من الزمن يروي الفيلم قصص معاناة الملفيين ويعود بالزمن لينقل بشاعة المستعمر الفرنسي الذي كان ينقل الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة ليمارس في حقهم أبشع أساليب التنكيل والتعذيب. تغطية لعبد الرحيم. هذه السلسلة الوثائقية كيان أو قصة جحيم هو عمل سمعي بصري يعرض لأول مرة، وهو يوثق لتاريخ المنفيين والمهجرين الجزائريين في فترة وفي زمن المقاومة الشعبية في مستعمرة السجناء غويانا في أمريكا الجنوبية. في الحقيقة هذه السلسلة التاريخية جاءت لتكشف معاناة المهجرين والمنفيين، هذه المعاناة التي جاءت بتلك الممارسات القمعية لإدارة الاحتلال الفرنسي. الشريط يروي قصة مأساوية حقيقية، هي نفي الجزائريين إلى كيان حوالي تقريبا ما بين 15 إلى 20 ألف جزائري اللي نفوهم ابتداء من 1852 حتى 1938. الشريط بالطبع نروي هذه القصة من خلال الوثائق، من خلال بالطبع الباحثين اللي عملوا على الموضوع، وكذلك استنطقنا يعني الاماكن تاع هذه الذاكره. الشريط يعني السلسله تبدا من الرحله للحياه نتاعهم داخل مختلف المعتقلات، لان مختلف المعتقلات كانت الحياه قاسيه جدا.